اهلا وسهلا صافا لاباس عليكم واش اخباركم اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لاساغوم ديال بيشي حيت وصلوني بزاف ديال الميساج كتسولوني عليهم هذا شنو كيصلح وهذا شنو كيصلح اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا كل واحد و لاش كيصلح وفوقاش نقدروا نستعملوا اول سيروم غادي نبداو به هو ليفس اكتيف بي 3 سيروم هاد السيروم هذا كنعالجوا به التصبغات وكذلك التجاعيد فيه 5% ديال نياسيناميد اللي معروف انه مضاد للاكسده وفيه حمض الجليكوليك اللي كيقشر لينا الخلايا الميتة وفيه لابيبتيد اللي تحفز لينا ماده الكولاجين وكذلك لفيتامين سي اللي كيعطينا النضاره ندوزو دابا ليفت اكتيف فيتامين سي هاد السيروم هذا فيه 15% ديال فيتامين سي اللي كيعطينا النضاره وكيحارب لينا حتى التجاعيد وفيه حتى لا فيتامين او والبوليفينول اللي كنستعملوهم كمضادات للاكسده وكذلك لاسيد هيالورونيك لترطيب البشره وعندنا فيشي نورماديرم سيروم كنستعملوه الحب الشباب والاثر ديالو وكيوازن لينا افراز الدهون فيه 5% ديال لاسيد ساليسيليك زائد لاسيد جليكوليك لتقشير الخلايا الميته وكنستعملوه باش يسد لينا حتى المسام و الا كانوا عندنا لي بوان نوار